خبر جميل، خبر مفرح، عبد الفضيل طه الصفقة التامنة في فريق السلة لفريق السلة للنادي الأهلي. النهارده قدر النادي الأهلي يتعاقد مع عبد اللطيف طه لاعب نادي الجيش، مضى 4 سنوات، كان الموضوع كان شغال من بدري، لكن قدر النهارده الحمد لله ان ننهي التعاقد، وهو ثامن صفقة عندنا في النادي الأهلي السنة دي، وأعتقد والله أعلم إن دي ممكن تكون آخر صفقة، لكن مش بنقول كده، بنقول إن هو صفقة مهمة جدا في النادي الأهلي، وصفقة قوية جدا، وحاجة من العيار الثقيل جدا جدا. فريق كرة السلة إن شاء الله بإذن الله الدوري بتاعهم يبدأ 3/10. كنت في حديث مع كابتن طارق الغنام مدير الفريق، بيتكلم إن الفريق بيستعد بجدية تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق وكابتن أحمد الجرحي، وفعلا هم إن شاء الله بإذن الله هيفرحونا، لأن الموضوع فعلا صعب جدا 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 جدا، لكن كل الفرق دعمت، لكن النادي الأهلي دعم بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله عارف ان هم رجال وابطال، وباذن الله هيفرحونا السنه دي في كره السله.